جارية لعبت أدواراً عديدة داخل الدولة العباسية. حكمت الدولة العباسية ما يقرب من العقدين. عينت أول قاضية للقضاة في بغداد، وأنشأت واحداً من أبرز البيمارستانات في التاريخ الإسلامي. قتلت غريماتها بالسم فتحولت إلى أسطورة. إنها الجارية شغب ناعم، فما قصتها؟ كان الخليفة العباسي المعتضد بالله مولعاً بالنساء، حيث امتلك ما يزيد عن 4000 جارية من كل الأقطار. ذات يوم رأى جارية نحيفة بجمال لافت، أخبروه أنها جارية أم القاسم بنت محمد، فأرسل في طلب لشرائها. كانت شغب رومية الأصل، وقيل أن اسمها الأصلي غريب أو ناعم. بانضمامها إلى جناح الحريم اعتق الخليفة ناعم وتزوجها، فأنجبت ابنه أبا الفضل جعفر بن المعتضد. لما أصبحت ناعم ملكة، قضى الخليفة العباسي معها فترة ثم انصرف إلى أخريات. لم تستسغ ناعم هجر المعتضد لها، فأخذت تفتعل المشاكل. أثارت تصرفاتها غضب الخليفة، فحبسها في جناحها ولقبها بشغب. كان شغب ناعم لا ينتهي، فتجاوزت إلى تصفية غريماتها من الجواري بالسم، فكان من ضحاياها قطر الندى بنت أحمد بن طولون، والجارية فتنة أم القاهر بالله. مع توالي جرائم جناح الحريم، اتجهت أصابع الاتهام صوب شغب، إلا أن الخليفة عجز عن إيجاد دليل يؤكد ضلوعها في قتل الجواري ليكتفي بعزلها. بعد أن تخلصت شغب من غريماتها، اتجهت عيناها صوب كرسي الخلافة. خططت ناعم للتخلص من خصومها بمساعدة ذراعها اليمنى ثمل، فقتلت الجارية جيجك التي عرفت بأم علي، أكبر أولاد الخليفة المعتضد. فجأة مات الخليفة عام 289، وتولى ابنه علي الخلافة باسم المكتفي. عام 295 اشتدت العلة على المكتفي حتى فارق الحياة. بويع ولد شغب لخلافة الدولة العباسية ولقب بالمقتدر بالله، وكان عمره 13 سنة، كأصغر حاكم في تاريخ بني العباس. استمر حكم المقتدر ربع قرن من الزمان. كانت شغب هي المسيرة الفعلية للدولة لتصبح السيدة الأولى في الدولة العباسية. لعبت شغب دوراً كبيراً في تدبير أمور الدولة، فاستعانت بالعديد من النساء لمعاونتها في شؤون الحكم، كما عينت صديقتها ثمل أو أم موسى القهرمانة قاضية للقضاة في بغداد في سابقة من نوعها بالعالم الإسلامي. عام 306 وجهت شغب بإنشاء مستشفىً على نهر دجلة، خصصت له 7000 دينار في العام. كانت الدولة العباسية بحراً متقلباً تنازعتها الأهواء، فدبر الجند الأتراك انقلاباً على المقتدر، ونصبوا أخاه القاهر فيما سجنوا شغب. لكن ولاء بعض قادة الجيش لشغب أعاد الأمور لنصابها. هذا ليس كل شيء. عام 320 هجرية نظم القائد التركي مؤنس الخادم انقلاباً. قتل الخليفة المقتدر وصلبت جثته، وتولى القاهر بالله الخلافة. لم ينسى القاهر بالله أن شغب قتلت والدته، فقام باعتقالها وصدر أموالها، كما أشرف على تعذيبها حتى توفيت تحت وطأة العذاب، مخلفة فصولا درامية في تاريخ بني العباس.